السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي ندير معكودة بطريقة مختلفة شي شوية، أو بطاطا ممكن تاكليها هكاك ولا ديريها في ساندويتشات وكتكال باردة أو سخونة، كتجي زوينة وتقدري تاخديها معك الغداء او الخرجات على برا البحر ولا فين ما مشيتي. هذه هي المعتمده عندي، والدراري الصغار تعجبهم، تياكلوا منها العجب، يعني مفضله عند الاولاد ديالي. الطريقه سهله وبسيطه. كتحتاجي البطاطا شحال ما قد ما عندك، شحال ما بغيتي، وكناخذ الطحين ديال الذره. تسولوني علاش طحين الذره بالضبط؟ لانه هو اللي كيعطي هذيك القرمشه اللي كتبقى مده طويله. الا درتي الدقيق العادي دغيا كترتعب وما كتجيش زوينه. يعني وكتحتاجي نص بصله تقريبا. كتخلطي البصله مع البطاطا وكديريهم بجوج. كنحك البطاطا في هذيك الغليظه، في الحكاكه الغليظه، او الا عندك الماكينه ديال الضو تقدري تحنيها في الماكينه الضو، ولكن كنديرها غير في هاد الحكاكه، كتجي زوينه. كنحك كاع ديك البطاطا وكنزيد عليها البصله. ومن بعد كتزيدي الملحة والبزار والطحين ديال الذرة الخشن، ماشي مايزينا، الطحين يكون بحال السميدة ديال الذرة، هو اللي كيعطيها القرمشة. ومن الأحسن طيبيها تمنيت، لأن إلا خليتيها تعطل البطاطا كتحال وما كتجيش المنظر ديالها، ما كيجيش زوين. المذاق هو هذاك، ولكن المنظر ديالها ما كيجيش زوين. صافي، وهنايا وجدتها كنخلط مزيان، وفي نفس الوقت كنحط المقله تسخن، كندير فيها غير شويه ديال الزيت، ماشي كنغرقها في الزيت، وانما غير كنشحرها في الزيت، باش كتجي زوينه وصحيه اكثر.
وهكذا كتكون وجدات كتحمريها من جوج جوايع، ومن الافضل ديري القليل قليل من الزيت باش ما تجيش مزيته بزاف، وصافي تقريبا كتشد جوج دقائق ولا ثلاثه من كل جهه. وها هي وجدات بالصحه والراحه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم خليو لي لايك، وما تنساوش الاشتراك في القناة، ونخليكم على خير. بسلامة، نتمنى أنكم تجربوها لأنها كتجي لذيذة بزاف.